سيداتي أوانسي سادتي، هذا الراجل مسكين راهو بطل صحرتنا، بطل ما يشبهش الأبطال. سيد ما ينوضش قبل العصر، نوض يا كلب. انت يا مرتي وتعرفيني، وانا عمري ما كسرت في حق انسان. ايه حكايتك وراح البعيد، ظهر الكلب اللي جابك عندي برك. لي دينار ما عنديش، راح نخدم عند الناس ويدلوني به العين. تحكي ليش على همومك انت ماكش داري بيه. ولي انا يسمع فيه حي الطب الطب، يا اخي هذا زين كنسين، واليوم مش مدل، اليوم مش مدل. نص مهم جدا اللي في الأساس يعالج القضية الفلسطينية. خذيت هذا النص من جانب إنساني وحاولت أني نشتغل عليه برؤية إخراجية شبابية معاصرة. ونحن متحمسين، رانا في الرتوشات الأخيرة تحضيرات، إن شاء الله راح ننتقلوا للمسرح الجهوي قسنطينة، وين راح نكملوا تدريباتنا إن شاء الله قبل الذهاب إلى المهرجان. هذه الفرقة اللي إن شاء الله نتمناولها يعني كل النجاح، ونجاح هذه الفرقة هو من نجاح المسرح، ونجاح يعني اللي غادي يشرفنا كفنانين قاطبة، يعني كي نقول قاطبة معناتها يشرف كل الفنانين الجزائريين.